هي واحد البنت عادية ساكنة في مدينة مراكش. السميه ديال شاكيرا منين جات؟ من المدرسه في الاول، حيت كنت كنلبس بحال شاكيرا، كندير الستيل ديال الشعر ديالي بحالي بحال شاكيرا، داكشي علاش الناس ولاو كيعيطوا ليا شاكيرا، وصافي مشات معايا السميه. بالنسبه لعلاش اختاريت هذا الدومين، حيت انا الرقص كنحس به كيعطيني الحياه، كنعشقو ملي كنت باقا صغيره، كنت مولوعه بالرقص الشرقي، وما كنتش كنظن انني نقدر ندير شي مهنه اخرى ولا شي ميدان اخر من غير الرقص. العائلة ديالي الصغيرة ما عرضونيش، بالعكس وقفوا معايا وساندوني، حيت كيشوفوني كنحماق على لا دونس، داكشي علاش يعني كنعطي فيها كثر، وان شاء الله نزيد بها القدام. في الاول لا كنت مخبيه، ماما فراسها، اختي فراسها، ما بابا كنت مخبيه عليه في الاول عام ونص وانا مخبيه عليه. من بعد فاش مورا فاش بقيت غاديه مزيان في القرايه، حيت كنت خدامه وكنقرا في نفس الوقت، ملي بديت كنعطي مزيان في القرايه وداكشي، جلست انا وياه وشرحت ليه وتفهمني في الاول. بزاف ديال هضره خايبه، التحرش، بزاف ديال الحوايج يعني كان في خلال العام، ولكن كاين قلت لك يعني الفنان كيفرض الاحترام على الناس اللي كيتفرجوا فيه ولا اللي كيجيو يحضروا ليه، يعني كتفرضي داك الاحترام، وكاين واحد الخط كتخليه ديما بينك وبين الناس. بعض الخطرات كيكونوا شي حركات من عند الناس، يعني بنادم كيقدر يحط عليك يديه، كي بزاف ديال الحوايج، ولكن صحاب المحلات وسميتو كنفرضوا عليهم ان فيادر ديما كيكونوا حدانا، يعني كيحميوكم بحال هذا الشيء. هو ان واحد المره كنت خدامه في واحد الغيستورو، ويعني كان جايه عائله زعما البات والام والولاد الصغار، وتفرجوا في الشو ديالي، وملي ساليت جابوا لي كادو، يعني واخا شوفي واخا تكون غير برده، يعني كتحسي انك كتعطي شي حاجه كيبغيوها الناس. كاين الناس اللي ما كيبغيوش ينتقدوا فيك، كاينين حتى الناس اللي كيبغيوك، يعني عائله تبارك الله، من جهه عائله البات والام والدراري الصغار كيتفرجوا فيك، دونك راك قدرتي تخلي القلوب الناس. نظرة دنيا ما فهمتش انا علاش كيشوفوا هو فن بحال كاع الفنون، يعني بحال التمثيل، بحال الغناء، بحال الرسم، يعني ولكن ما فهمتش علاش كيشوفوا الراقصه واحد ديك النظره الدنيا، وتعتبر ديك السمعه الخايبه. راه ما كاينش شي ثمن محدد، يعني كاين مثلا نهار مثلا نقول غتكون نخدم ب 5000 درهم، كاين النهار اللي غنخدم ب 10000 درهم، فهمتي؟ يعني ماشي ما الثمن ماشي رسمي، ماشي فيكس، يعني كيتبدل. يعني شوفي تقدري تشري حوايج زوينين، ماكياج زوين، دي بارفان. المنافسه لا ما كايناش، ولكن كاين واحد السيده اللي انا عزيز عليا بزاف، ويعني وهي صاحبتي، واخا كيبغيو يجبدوا لنا صداع وداكشي، كتعجبني يعني شكلا ومضمونا، وهي مايا، كنوجه لها تحيه من هذا المنبر ديالكم، كنقول لها كنبغيك بزاف، وان شاء الله ان شاء الله غنديروا انا وياها شي حاجه قريبه ان شاء الله اللي غادير بهم. يعني هي الراقصه الوحيده اللي كنشوف في المغرب، ما كايناش شي وحده اخرى غير انا وياها بزوج، ويعني خارج المغرب كاينه اوكسانا، كاينه سايدي، كاينين بزاف اللي يعني تبارك الله شطيح وشكل، ويعني تبارك الله عليهم. رتابه، ويعني الراقصه خاصها تتمتع بالانوثه والحضور. نورما انا كنت كنشوفو كنسمع عليه ملي كنت باقا صغيره، وفاش كبرت ومتبعه وداكشي، يعني نفس الحركات، نفس الحضور، يعني ما عندوش كاريزما في الخشبه والرتابه كي قلت لك. مايا كتجيني راقصه في المستوى، يعني عندها حضور، عندها كاريزما، هذيك من ناحيه الفن، يعني كراقصه، اما كانسان كشخصيه من اطيب خلق الله، ويعني وكنهضر معاها وصاحبتي، وان شاء الله انا وياها قريب نديروا شي حاجه اللي غتقول بهم في المغرب ان شاء الله. لا تعليق.
كلمة أخيرة للمتابعين قناة الدار، كنبغيكم بزاف بزاف، وإن شاء الله كنبغيت نقول حتى الناس اللي ما كيبغيونيش حتى هما كنبغيوهم، وشكرا لكم على الاستضافة وبيزو. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.